اهلا بحضراتكم من جديد، واسمحوا لي ان انا ارحب بزميلي ونجم نجوم الكره المصريه السابق كابتن تامر بيجاتو ومحلل القاهره الاغربيه، منورنا دائما في استاد القاهره. اهلا بيك يا محمد، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كانت رحله شقه شويه ولكن عوده مره اخرى لارض الوطن. الحمد لله على السلامه. ونخش في الموضوع طبعا على طول كالعاده افريقيا. نبدا الاول بالاهلي. الاهلي تعثر امام سان داونز امبارح، قدر ان هو يتعادل 2-2. كان في خساره امام الهلال السوداني، له مباراه مؤجله. كولر قال انه امامنا اربع مباريات علينا الفوز بيها. شايف الاهلي وحش ولا تزاحم المباريات ولا ايه بالظبط؟ وخلينا نقول ان احنا يعني بصرف النظر عن النتيجه، النتيجه طبعا مش مرضيه باهم الاحوال. مباراة عندنا هنا مفروض في القاهرة في وسط جماهيره، فالنادي الأهلي بيبقى مطالب دايما ان هو يكسب بره، فجوه طبعا، فهو ده اللي مخلي الناس النتيجة مش عاجباه. لكن الأهم من كده محمد ان الأداء نفسه مش مبسوط. يعني سان داونز كانوا بيلعبوا كورة على النادي الأهلي، وده يمكن وناس كتيرة كانت بتتبسط وهم بيلعبوا، بتتبسط من اللعب يعني. بيلعبوا فعلا، مش جايين ان هم بيطفشوا أو بيقفلوا زي كده، لا بالعكس كان بيهاجم ورجعوا في المباراة تاني كمان. يعني كانوا في الأول متقدمين، غير دخل فيهم جنين. أي فرقة تانية لو فرقة خفيفة هنقول يعني هتبقى صعبة قوي إنها ترجع قصاد فرقة زي النادي الأهلي، فرقة كبيرة في وسط جماهيره. لكن لا، بيلعبوا كرة كويسة جدا. هو ده اللي مخلي الناس متضايقة شوية من أداء النادي الأهلي، مش متعودين على الأداء ده من النادي الأهلي يعني. طب أنت وأنت بتقول الأداء هنا، أنت قصدك بشكل عام كرة الأهلي مش مقنعة على المستوى الإفريقي، ولا غياب أو يعني غياب بعض الغيابات، محمد عبد المنعم مثلا مش موجود فده بيأثر على الدفاع؟ هل الأهلي محتاج تدعيمات في هذه المنطقة ولا هي الدنيا إيه؟ بالعكس، محمد عبد المنعم هو اللي جاب الجون يعني. يعني جون التعادل اللي جابه محمد عبد المنعم. المشكله لا يعني في صفقات كتير، قندوسي وكريستو، يعني انت عمل صفقات كتيره جدا ولا ايه بالظبط؟ قندوسي صعب جدا، ما لحقش يخش في الفرقه، ماتشات تقيله جدا، لسه ما خدش على الفريق، لسه ماتشات قويه جدا افريقيا مطالب ان انت تكسب فيها، لازم ياخد فتره ما يخش. لكن انت عندك في صفقات طبعا في الاهلي عليها علامات استفهام، زي سافيو مثلا. النادي الاهلي ما عملش بيه حاجه خالص، وجاب رقم كبير جدا وما عملش حاجه لحد دلوقتي غير مقنع بالمره. حتى المدرب خرجه بره حساباته تماما. مستوى بتذبذب اداء اللعيبه، هي دي المشكله كبيره جدا في النادي الاهلي. كولر انا شايف يعني الاول لازم تدي له فرصه او تبدا تقيم. نتكلم على كولر يعني، قعدنا نقول هو كويس ولا وحش، ما ينفعش نقول بعد ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، لا لازم ياخد فتره لغايه ما ياخد. لكن عنده مشكله في عدم تثبيت الفريق، عدم تثبيت اماكن اللعبه جوه الملعب، من ماتش للتاني بيغير كتير جدا. فلا يمكن اداء الاهلي يبقى ثابت، لا يمكن باحلى الاحوال يعني. يعني يمكن على مستوى الدوري الاداء الى حد ما مقنع، ولكن افريقيا ما زال كولر محتاج ان هو يبقى قادر ان هو يعني يبقى له بصمه، او يبتدي يخش في اجواء الكره الافريقيه، لان انت بتلعب خصوم من نوعيه تانية ومدارس تانية طبعا. وفي نفس الوقت يعني خلينا نتكلم بصراحه، الدوري المصري عندنا ضعيف جدا وضعف في السنين اللي فاتت، الدوري ضعف جدا. الانديه واللعيبه كواليتي بتاعتها بقى قليل جدا، فدي مشكله كبيره جدا. وده ظهر حتى في الناشئين، منتخب الناشئين، منتخب الشباب بس خارج من بطوله افريقيا برضو. اللعيبه قليله، اساسيات الكوره قليله جدا. فخلينا نتكلم ان الدوري المصري بقى له فتره للاسف في مشاكل كتير جدا، فالدوري مش قوي بالقدر الكافي ان بينعكس الى حد ما على اداء الاهلي افريقيا. طب لو رحنا للزمالك، يعني الزمالك برضو متعثر افريقيا، شانه شان الاهلي، شايف يعني فرصه ان هو يكمل في البطوله برضو ازاي؟ فرصته ضعيفه جدا يعني، شايف ان الزمالك طبعا فرصته ضعيفه جدا يعني، خاصه برضو هرجع اقول لك تاني، مش بسوء النتائج قد ما بسوء الاداء اللي مش هتجيب نتائج. لكن ممكن تتعثر في ماتش او اتنين، لكن سوء الاداء
وعدم التركيز وعدم وجود شكل او هويه نادي الزمالك في الملعب، زي عدم وجود هويه النادي الاهلي في الملعب وسيطرته على اللعب افريقيا، يعني هي دي اللي عامله المشكله. فانا شايف ان الزمالك طبعا مشكلته يعني اكتر كمان من النادي الاهلي، ولكن زي ما نقول كده هي حاله عامه نتيجه انخفاض مستوى الدوري جدا، فده مخلي بيأثر على المنتخب وبيأثر على الانديه في افريقيا. طبعا انديه افريقيا كلها بتتطور، يعني زمان ما كناش بنشوف افريقيا بالمنظر ده، لا الانديه الافريقيه دلوقتي بتتطور، خاصه شمال افريقيا والفرق زي سان داونز والفرق بقت موجوده كل سنه بنفس الاداء وبتطور قوي جدا. والحقيقه الرجاء المغربي والترجي مستواهم ثابت السنه دي، الى جانب زي ما قلت بعض الانديه يعني برضو طبعا من القاره السمراء سواء سان داونز او غيرهم، بيترو اتلتيكو كمان اعتقد في اداء طبعا ثابت لهذه الانديه. بالظبط. تعال نروح لدوري ابطال اسيا، وانت اصبحت مشجع لل الكرة السعودية بعد يعني انتقال كريستيانو رونالدو، أكبر حقيقة ناس كتير إن هي تتابع طبعا. ولو هنتكلم عن دوري أبطال آسيا النهاردة يعني مباراة قوية جدا لعبها الهلال السعودي، قدر إن هو يحرج الدحيل القطري بيعني سلة أهداف كبيرة جدا. تابعت المباراة إزاي؟ يعني أنا طبعا النهاردة كان في ماتشات كتيرة جدا، يعني الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا فكنت بنقل كده سريعا، ولكن الشوط الاولاني استغرب جدا، يعني نتيجه قويه جدا. بس خلينا نقول ان نادي الهلال طبعا نادي قوي جدا، الدوري السعودي دوري قوي جدا، عنده لعيبه قويه ادوا اداء مشرف جدا في كاس العالم للانديه، ففرق الخبره طبعا ومتمرس على البطوله دي وبيوصل كتير جدا للنهائي، يعني فطبعا عمل المره الخامسه ان هو يروح للنهائي، فهو يعني برضو مستوى ثابت جدا. بالظبط، فمستوى ثابت، عمل خبره قوي جدا، الفورمه بتاعتهم كمان عاليه جدا الفتره دي، خاصه زي ما شفناهم في كاس العالم للانديه، فطبعا قدر يخلصوا الماتش بكل سهوله يعني. ولكن تحسب يعني لدخيل ان هم اول مره برضو يوصلوا، فدي حاجه برضو تحسب لهم يعني برضو، لكن فرق الخبره وفرق الامكانيات والقوه يعني طبعا. ولو ان الامكانيات يمكن ولا انت امكانيات فنيه مش امكانيات فنيه صح كده؟ يعني امكانيات فنيه طبعا وقوه الدوري، الدوري السعودي قوي جدا بصراحه، وريمون دياز مدرب يعني داهيه برضه طبعا اكيد يعني. فرق الخبره، انا شايف ان فرق الخبره وفرق الفنيات فرق كبير جدا طبعا. كان مدرب كريسبو مع ريفر بليت، الراجل برضه طبعا، لا مدرب قديم كره لاتينيه طبعا، طبعا مدرب كبير جدا يعني. طيب واحده برضه من الحاجات اللي حابين نتكلم عليها، ريال مدريد مستوى مقنع على المستوى الاوروبي على المستوى المحلي، كارلوس انشيلوتي كتيبه نجوم، فوز عريض امام ليفربول، يعني ريال مدريد بيغرد في حته تانية. يعني بص خلينا نتكلم بقى كره، يعني بصراحه بتبسط، انت بتبتسم عينك وكل طبعا انت يعني ابتسمت على طول، اصل خلي بالك ده الكره في الاول وفي الاخر الاستمتاع. كنت بيقولوا لي برشلونه فوق الجميع، جبت سيره ريال مدريد لازم تلاقي برشلونه ما طبيعي في يعني لازم دولة. اكيد يعني سنة ريالاوي بقى من اول صح كده، انت عشان لابس ابيض يعني. بقى النهارده انت جاي مخصوص بقى، لكن خلينا نقول ان طبعا الماتش ليفربول وريال مدريد ده كان ماتش حلو جدا، يعني بتتفرج انت على الماتش وانت مبسوط قوي. طبعا ناس بتشجع ليفربول اتضايقت، ولكن خلينا نتكلم فنان في الماتش، ان ليفربول في ارضه في وسط جمهوره يبقى كسبان 2-0 وايا كانت الفرقه مين ترجع 5-2، مفيش حد يقدر يعمل التركيبه دي الا ريال مدريد، مش هاممهم حاجه خالص، بيلعبوا الكره بتاعتهم تماما، هدوء غير طبيعي، ثقه رهيبه. خمسه دي ما حصلتش قبل كده في ليفربول، يعني دي طب يعني ايه ليفربول يبقى كسبان 2 وبعد كده يشيل 5 وعلى ارضه، وهو يعني كان مقدم مباراتين قبلهم على في الدوري الانجليزي كسبان، ففي حاله من الايه التناغم واعاده الثقه والكلام ده كله، يعني بالبلدي كده يعني خدوا على عينيهم في ماتش ريال مدريد. ليفربول
جابوا جونين انا معاك، ولكن خلينا نقول ان الاداء لا هرجع اقول لك تاني زي قصه كده مش مع الفارق طبعا يعني سواء اهلي او زمالك، الاداء غير مقنع بقاله ماتشات كتيره جدا. كونك ممكن تكون كسبت قبلها بماتشين، فرص جت او يعني وات ايفر حصل ايه، ولكن ان ريال مدريد فارض سيطرته على الملعب، خطوطه متقاربه جدا، عمل الخبره، مفيش استعجال، فقدروا يجيبوا جون تاني. ويمكن هنقول ان الجون مثلا بتاع صلاح الجون التاني هو غلطه حارس مرمى برضه زي ما رداها الناحيه التانيه يعني. لكن هنا حته بقى ان هنا ازاي انت بره ملعبك وفرقه كبيره جدا وفيها نجوم كبيره جدا و2-0 في ارضك، الموضوع انتهى. لا يمكن فرقه في العالم ترجع غير ريال مدريد، عندهم مدرسه بتاعتهم، انشيلوتي واثق جدا من لعيبته، عارف هو بيعمل ايه. فالموضوع كان يعني ليفربول محتاج معجزه علشان يعدل او يقلب الترابيزه هناك في سانتياغو برنابيو، صعب الموقف. صعب. وبعد كده خلينا نقول ان ليفربول برضو اللي هم كانوا فيه السنتين او الثلاثه اللي فاتوا هي حاله، لكن مش هتكمل على طول يعني. طيب، وكان طبيعي جدا. احنا قبل الختام انت اكيد شفت مباراه مانشستر يونايتد ونيوكاسل. انت شايف مانشستر يونايتد هيبتدي بقى يعني يرجع لسكه الانتصارات؟ مانشستر يونايتد طبعا البطوله دي مهمه جدا بالنسبه لهم نفسيا، الجمهور كان مستني، اللعيبه كانت مستنيه، وان كان طبعا هارد لك لنيوكاسل بصراحه. نيوكاسل الماتش بتاعهم توتالي يعني غلطات بسيطه جدا جابوا منها الجونين والكره لا يمكن تروح، لكن طبعا نيوكاسل ادوا مباراه خطيره جدا، حلوه جدا تكتيكيا وفنيا بصراحه. يعني الشوط الثاني بالذات انت تستغرب جدا يمكن الكفه كانت كفه نيوكاسل، فهارد لك اليوم. لكن هي زي ما نقول كده حلاوه الكره الانجليزيه، انت ما تقدرش تتوقع الدنيا فيها، ولكن في الاخر لما بتفرج على الماتش بيبقى مبسوط قوي يا محمد، يعني نفسنا ان احنا نلاقي الكوره دي ولو جزء بس منها كده ان شاء الله. قلعه اولد ترافورد تعود من جديد، والابتسامه تعود لجمهور مانشستر يونايتد، والابتسامه تعود لكابتن تامر بيجاتو مع ريال مدريد. انا ريال مدريد ومانشستر يونايتد برضه يعني. انت مبسوط جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما الوقت الحلو معاك بيجري بسرعه، ما بنلحقش بس هنحاول ان احنا ان شاء الله نظبطها المره الجايه. دايما إن شاء الله. يعني نص ساعه او ساعه معاك بيجروا ثواني. دايما منورني في استاد القاهره. بشكرك شكرا جزيلا. الرياضه لا تنتهي في استاد القاهره، وهنتابع معاكم اكيد يعني اجواء الكره على مدار الاسبوع. نلقاكم ان شاء الله الاحد القادم في نفس التوقيت من هنا القاهره عاصمه الخبر.